بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في محاضرة جديدة أو في يوم جديد من برنامج السيف في الكورس بتاع ريتاب السيف 2020. إن شاء الله في المحاضرة دي حنتكلم عن الكومباين فاونديشن أو القواعد المشتركة، هنشوف كيف التصميم بتاعه. طيب، قبل ما نبدأ في القواعد المشتركة لازم نعرف يعني شنو قواعد مشتركة، ومتين من أقدر أو متين من نلجأ لأننا نستخدم قاعدة مشتركة. التعريف بتاع القاعدة المشتركة هو عبارة عن قاعدة اللي بتكون فيها أكثر من عمود، احتمال تقع مراكزهم على خط واحد، وتستخدم في حالة صغر المسافة بين العمودين لأنه القواعد حتجينا متداخلة بعدين، أو في حالة عمود الجار. طيب، في حل تاني اللي هو بالنسبة لعمود الجار، وإنه بنعمل ستراب فاونديشن او بنعمل بيم بين القاعدتين، ودي زي ما قلنا في المحاضرات اللي فاتت انه هي طريقة اقتصادية اكثر من انه نعمل كومباين فاونديشن، لكن في حالات لازم انه نلجأ لانه نعمل كومباين فاونديشن. طيب، بالنسبة للتصميم بتاع الكومباين فاونديشن في طريقتين، زي ما كلنا عارفين. لما تكلمنا عن الايزوليت فاونديشن، اول حاجه تكلمنا عنها انه قلنا ممكن نصممه مانيوال، تمام، وبتدينا نتائج منطقيه جدا جدا، وممكن نستخدم طريقه البرنامج. طيب، نفس الحال بيجينا لما نيجي نتكلم عن الكومباين فاونديشن، واللي هو ممكن نحللها ونصممها بالطريقه اليدويه اللي هي المانيوال، تمام. بس شويه في الكومباين فاونديشن هي ما صعبه، لكن البروسيس بتاعتها زايدة شوية. طيب، إذا عايزين نحلل أو نصمم قاعدة مشتركة يدويا، لازم أول حاجة نحسب الأحمال بتاعتها. الأحمال هي بتكون جاية على الأعمدة، يعني إذا جينا شفنا مثلا إذا قلنا دي مثلا قاعدة مشتركة عندي عمودين، معناها أي عمود حيكون فيه لود براو، سواء كان ديد لود أو لايف لود. معنى أول خطوة بتاعتي إذا عايز أنا أصمم مانيوال، لازم أحسب الأحمال على الأعمدة. طيب، الأحمال إما أحسبها مانيوال أو إما أجيبها من برنامج الإيتاب، والأفضل طبعا نجيبها من برنامج الإيتاب، حنشوف هسه بنجيبها كيف. عندي تاني حساب محصلة الأحمال ومركزها، لازم أنا عندي هنا حملين قاعدين في العمودين، لازم أشوف المحصلة بتاعتهم، وهو غالبا المحصلة بتكون قاعدة في الجزء القريب للمنتصف. طيب، دي المحصلة بتكون هنا، معناها أنا عندي بعدين هنا ما عارفهم، تمام، والبعدين ديل ما عارفهم، أنا جست أو فقط عارف البعد بين العمودين هنا. طيب، معناها أول خطوة أحسب الأحمال. الخطوة الثانية أحسب محصلة الأحمال دي، تمام. طيب، الحاجة اللي بعدها لازم أحسب أبعاد مناسبة للقاعدة تتحقق لي من القص الثنائي اللي هو البانشن شير. طيب، الخطوة اللي بعدها بعد ما عملت initial size، بجي بعد ذاك بحسب أو برسم مخطط العزم وقوة القص للقاعدة دي، تمام. بعد ذاك بشيل العزم، بمشي أتحقق من القص الأحادي زي ما تحققت من القص الثنائي اللي هو البانشن، تحقق من القص الأحادي. الخطوة اللي بعدها حمشي أصمم التسليح اللي هو التسليح الطولي والتسليح العرضي اللي هو في البطوم والطوم. برنامج السيف بيغنينا عن كل الحاجات دي، انت ما عليك الا تمشي الايتاب تجيب له اللوتس، تمام، اذا كان العمودين قاعدين في بالطريقه دي. طيب، دي في الحاله دي احتمال الاعمده تكون مثلا ما قاعده في نفس اللاين، احتمال تكون عندك ثلاثه اعمده، احتمال تكون عندك عمود جار، فبنلجأ لانه نعمل القاعده اما تكون ستراب فاونديشن، او نعمل اللي تكون انها تكون بشبه منحرف. مرات إذا القاعدة كانت العمود الأول هنا مثلا، بنلجأ لأنه نعمل شبه منحرف عشان نلعب على المحصلة بتاعت القوة. طيب، خلونا كده نمشي أول شي برنامج الإيتاب. أنا حاقوم أشيل لكم من خرطة تانية عشوائية، وعايزكم أنتم تمشوا تطبقوا في الخرطة بتاعتنا، تمام، تشوفوا القوة في البيز بتجي كم، وتشوفوا القواعد إذا جات قواعد متداخلة
تقوموا وتحولوها لقاعدة مشتركة ونشتغل عليها. طيب إذا جيت هنا حاليا، أنا قاعد في البيز، تمام، عايز أشوف اللود اللي تحت هنا في البيز، معناها حامشي لديسبلاي زي ما كلنا عارفين، ديسبلاي فورسز، حامشي لسبورت أو أضغط الأيقونة دي، حامشي لسبورت سبرينج رياكشن. طيب أنا حاليا لما أمشي لبرنامج السيف وأقول له عايز أصمم قاعدة مشتركة، تمام، حيسألني من حاجتين. أول حاجة حيسألني من الأبعاد بتاعتها، وحيسألني من اللودز، اللودز حيسألني من الديت واللايف، تمام. معناها هنا ما حامشي لكومبينيشن ولا حامشي لموت، حامشي لكيس كيس، تمام، واختار ديت، أقول له تابوليت. إذا قلت له أرو حيجيب لي ظاهرة في السي دي فقط، حيجيبه في شكل سهم، حقول له تابوليت، حيجيب لي شنو في شكل تابل، اقول له ابلاي. طيب لو ملاحظين ظهرت معانا اللوتس كلها. طيب فلنفترض انه انا مثلا عايز اصمم العمودين ديل، العمودين ديل انا عايز اعمل لهم قاعدة مشتركة اللي هما الديت بتاعهم 852 و821، تمام. طيب نحفظ الأرقام دي، واللايف بتاعهم اللايف 220 و211. طيب همشي لبرنامج السيف، تمام، همشي لفايل، فايل نيو موديل، فايل نيو موديل، حيجيب لي التمبلت، تمام. أول حاجة هعدل الكود اللي هشتغل عليه، تمام، همشي للديزاين بريفرنسز، همشي للبريك انفورميشن اذا عايز اعدلها، همشي اختار اليونتس واختار له متريك اس اي، قول له اوكي، تمام. طيب انا عايز اشتغل حاليا كومبايند فاونديشن، والمسافة بين العمودين معروفة، معناها ممكن اشتغل بالتمبلت دي اذا ضغطت عليها. طيب دي التمبلت الجاهزة، تمام. لو ملاحظين البريفيو بتاع عمودين، قاعدة مكونة من عمودين. أول حاجة بيسألني من الاتجاه اكس ومن الاتجاه واي زي الايزوليت فاونديشن. طيب أول حاجة حاجة للسبيسنج هنا، أكتب المسافة بينهم واللي هي كانت 2.5، زي هنا الكتاب بلقى العمود والعمود ده المسافة بيناتهم 2.5 متر، تمام. طيب اللود سايز هو بيفترضه زي ما قلنا انه سكوير او مربع، هنخليه كده وهنمشي نعدله بعدين. طيب بعد ما باقي لي الا امشي للاتجاه اكس اعدل والاتجاه واي اعدل. طيب اذا افترضنا مثلا انه القاعدة بتاعتي انا حامشي من هنا مثلا 2.5، حامشي متر فاصل 25 فوق ومتر فاصل 25 تحت عشان تجيني كلها 5 متر، هعمل 3 متر، معناها حتكون لي ده حاجة مبدئية أنا عايز أشتغل بيها وأشيك عليها، مثلا تكون 5 متر، وأعمل العرض بتاع 3 متر، 2.5 متر، أمشي أشوف بعدين التحقق بتاعي هل أنا محتاج أزيد ولا أنقص، هل محتاج أزيد السكنس ولا أنقص زي ما هنشوف إن شاء الله. طيب معناها حمشي للسيف، والحاجة سألني من البعد في الاتجاه إكس. طيب ده هو البعد في الاتجاه اكس، في الاتجاه اكس اللي هو 1.25، معنى حاجة اقول له في الاتجاه اكس 1.25، في الاتجاه واي 1.5 لانه هي 3 متر، 1 هنا 0.5. طيب حاليا عملنا منو الاكس والواي وعملنا السبيسنج وخلينا العمود زي ما هو، بعدين نمشي للحاجة الثانية اللي هي اللودز. اللود زي ما احنا عارفين ممكن نعدله من جوه الموديل، ممكن نعدله او نكتبه من هنا. طيب بالنسبة لللود بتاع العمود الاول، تمام، نجي نشوف الديت بتاعه كم. طيب اذا قلنا ديت، اذا مشينا شفنا شكل العمودين هنلقاهم هم كده كأننا احنا عملنا قلبناهم بالطريقة دي، معناها حيكون ده كولوم 1 وده كولوم 2، معناه كولوم 1 حيكون الديت 821.9، ممكن للأمان نعمله 822، واللايف نجي نشوف اللايف كم، نقول له اوكي
211.75، ممكن نعملها 212. طيب افترض انه ما عندي ام اكس وام واي، اجي للكولم الثاني بنفس الطريقة، مش اقول له ديت، حلقاها 852 بوين 5، 853 مثلا، همشي لللايف لود حلقاها 220.47، 221. تمام جبنا اللود ما كعب. طيب بعد ده باقي لي الفوتنج سيكنس، افترضها مثلا 500. تمام نجي للسب جريد موديولس 120، زي ما عارفين في 180، نفترض ان البيرنج كباسيتي بتاعتنا 180. بضغط الزر طوالي حيقوم يعمل لي القاعدة المشتركة بتاعتي. تمام نمزجها لي. طيب بنلاحظ اول حاجة انه الاعمدة مربعة، ودي قلنا احنا نغيرها وعارفين الطريقة كيف، سهلة جدا. طيب تاني تقريبا ما عندي اي حاجة الا امشي اول حاجة اعمل اللود كومبينيشن، عندي تو كومبينيشنز للديزاين، هيكون مثلا في البداية هنعمل سيرفيس وان ديت وان لايف. تمام هنمشي نعمل كومبينيشن تاني، اد نيو كومبو سميه مثلا التيميت، خليه لينير 1.2 في الديد 1.6 في اللايف. ما باقي لنا حاجة، همشي اعدي الاعمدة بتاعتي. الاعمدة مثلا هي كانت 500 في 300، حاجة هنا دي حاليا 600 في 600، معناه محتاج انقص من هنا، نقص من هنا 150 سالب 150 من اي اتش عشان تجيني 300، سالب 150 من الاتش ده، همشي لإيديت إيديت اريا سالب 150 من الاتش ده، حاجة للاتش هنا برضو قول له إيديت إيديت اريا اكسباند سالب 150، حاجة هنا إيديت إيديت اريا اكسباند سالب 150. طيب في طريقة تانية للتعديل لكن شوية يعني بتاخد زمن أكتر، ممكن نجي للنقطة دي نضغط عليها دبل كليك أو رايت كليك، وامشي لجيومتري واضغط عليها هنا وعدل الأحداثي بتاعها، لكن دي شوية تاخد مننا زمن، أنا شايف إنه الطريقة دي أسهل. طيب حاليا بقى 300 في 600، أنا عايز يكون 300 في 500، معناه أنقص 50 من أي اتش، همشي لإيديت إيديت أريا فون إيديت إيديت أريا سيباند، اطرح 50 للادج ده، حاجة للادج ده قول له edit edit area expand سالب 50، كده بقى 300 في 500. اجي اعدل ده برضو edit expand سالب 50، وهنا edit edit area expand سالب 50، كده عدلنا الاعمدة. نجي نراجع اللودز بتاعتنا. طيب هقول له لودز، ضغطنا رايت كليك في النقطة مشينا للودز، اقول له اساين لودز اوكي. طيب حاليا احنا قبل لو متذكرين عرفنا انه كان اللي هنا كان سكوير العمود كان 600 في 600، معناه لازم اجي اعدل اللود بتاعي على حسب منه حسب العمود. طيب معناه هكتب هنا اول حاجة الديد. تمام ده بالنسبة للعمود الثاني، نجي نتأكد منهم تاني اديت كم. طيب العمود التاني اديت 852، عملناه 853، 853 هاجي هنا اقول له في اتجاه اكس 300 في اتجاه واي 500، احنا عدلنا اللود لانه الاعمدة بتاعتنا غيرناها. تاني اجي اقول له اساين لود عشان اكتب اللود اللايف. تمام اللايف حيكون 211 تقريبا، 220 عملناها 221، نخلي اللامين زي ما هم، نقول له هنا ريبليس عشان الغلي التحميل اللي كان قبل. خلصنا من العمود الاول نجي للعمود الثاني، عفوا ده العمود الاول نجي للعمود الثاني هنا اقول له اساين لود اوكي. طيب اول حاجة هقول له اللايف، حاجة اعدل له الاعمدة تقريبا دي احنا عدلناه، نجي للعمود ده
ساين لود. اوكي عدل الأعمدة، هو بنفس الطريقة بتاعت العمود اللود اللي هو اللايف 221. طيب إذا جينا شفنا العمود الثاني اللايف 221 نفس اللود نغير. طيب العمود الثاني اللايف بتاعه عبارة عن 211، معناه ده اللايف بتاعه 211 أساين لود. أمشي لللايف أكتب 211، خلي نفسي ديل أقول له هنا ريبليس عشان أعدله، وأجي برضو أعدل الديت أساين لود، أجي أعدل الديت. الديت بتاعي كان 800 821 اللي هي 822. طيب 822 خلي العامل زي ما هي، اقول له هنا ريبليس، اقول له اوكي، اقول له اوكي. كده عدلت اللودز بتاعي، عملت اللود كومبينيشن، ما باقي لي بعد الا اعمل رن اناليسيس. حياخد زمن شوية، حيقول لي احفظ لك وين. نفترض اني سيف كورس، زي ما قلنا لازم نتأكد من انه احنا حافظين وين. لو ملاحظين العملية سهلة ما صعبة. طبعا في طرق تانية، مثلا اذا كان انت لا تعمدة ممكن اجي ارسمه مانيوال او اصدر من برنامج الاوتوكاد. طيب حاليا الاناليسيس تم، ممكن نعمل له ستارت انيميشن من هنا، اوقف الانيميشن. طيب حاليا هو بالنسبة للديت، تمام ممكن امشي من هنا اقول له شو رياكشن، انا عايز اتاكد من الرياكشن بتاعي. طيب اقول له لود كومبينيشن واختار الالتيميت، تمام انا عايز السويل بريشر، انا عايز السويل بريشر، اقول له ابلاي. طيب لما امشي اقرا هنا بلقى انه الماكسيمم سالب 177 وسالب 207. طيب انا افترضت انه 180 وهنا جاني انه 207، معناها القاعدة بتاعتي أنا محتاج أعدل فيها عشان تجيني بنفس البيرين كبستي اللي أنا مصمم عليها. طيب حاليا لقينا إنها محتاجين نعدل شوية، نمشي نشوف البنشن شير اللي هو run analysis and design. طيب إحنا افترضنا إنه السكنس 500، تمام نجي نشوف البنشن. البنشن محقق معي هو اللي هو 0.46 وهنا 0.4، تمام او 9. البنشن ما فيه مشكلة، بس حاليا لقيت عندي مشكلة في السويل بريجر او في ضغط التربة. طيب معناها حامشي قبل ما اتأكد من التسريح، تمام قبل ما اتأكد من التسريح بتاعي هفك الطبلة، تمام. طيب انا ليه فكيت الطبلة؟ عشان اعدل في الاريا بتاعت الاساس شوية عشان يجيني الضغط شوية حاجة مقبولة او تكون سيف اكتر. معنا في خيار انه مثلا ازيد الحافتين ديل، ازيد من هنا ومن هنا، قول لي edit area form modified edit area expand. طيب ممكن نزيد 50 مليمتر مثلا من فوق و50 مليمتر من تحت. زدنا 50 من فوق نشوف بتأثر معانا شنو، وزدنا 50 مليمتر مثلا من تحت نقول له run analysis and design، ونجي نشوف السويد بريجر تغيرت ولا ما تغيرت. طيب قلنا اما من الايقونة دي او من display show reaction، همشي اختار سويد بريجر، اختار ultimate وقول له apply. لو ملاحظين قلت شوية اللي هي بقت 201 المينيموم، والماكسيموم بقى سالب 171. طيب ممكن اعدل تاني لحد تجيني اقل من 180. edit area expand مثلا اعملها 25 فوق، وحدد ال edge دي واعملها 25 تحت. نجي نقول له run
run analysis. إذا قلت له display show reaction أو من الأيقونة بلقاه برضو قلت. طيب حاليا جاني إنه 199 تمام. 199 دي المينيموم، الماكسيموم 168. إذا جينا لتدرج الألوان هنا بلقى إنه عندي سالب 200 دي أقصى حاجة، سالب 168 دي باللون الأزرق، 168 بلقى إنه عندي ما كتيرة تمام، بس بالأطراف حاجة بسيطة. طيب أقصى حاجة بلقى 200 وقاعدة مايلة لإنه تكون في اتجاه العمود، اللود بتاعه أكبر. ممكن أمشي أزيد بزيادة كبيرة عشان تتغير معاي، مثلا أزيد هنا 200 وهنا 200 تمام. إذا زدت مثلا 100 200 كتيرة، هي 10 سنت، ومية هنا تليو run analysis. يدقو تليو run reaction بالنسبة للسواي برجر بتاعي، بلقاه قل شوية اللي هو 189. طيب ما نطول زمن الفيديو، لكن احنا هنمشي نقلل او نزيد في الاريا بتاعتي لحد ما اصل لحاجة مقبولة تمام. بالنسبة للسوائل بريشر بتاعي همشي اقول له run analysis and design عشان اشوف الديزاين بتاعي. طيب همشي ل display show slab design display show slab design. طيب زي ما عارفين عندنا طريقتين، اللي هي طريقة الاستريب، طريقة الاستريب، والطريقة الثانية اللي هي طريقة الفاينايت element. طيب طريقة الاستريب إذا قلت له apply هجيب لك، ملاحظين التوب قال لك محتاج كده area، في البوتوم محتاج كده area، ده في layer A، في layer B هجيب لك بالمليمتر مربع تمام. طيب انت اذا عايز يجيب لك بالاقطار هتجي تقول له تديه قطر مناسب، مثلا 16 و16 هنا. إذا قلت له خد في حساباتك التصميم بالنسبة للتسليح الأدنى تمام، هيقوم يشيل لك الأدنى إذا كان ده أقل منه. طيب هنا قال لي إنه محتاج في التوب 2، في البطن محتاج 14 سيفة، دي 16 وهنا 14، 9 8 تمام. بلقى إنه محتاج هنا 12، أقصى حاجة محتاج ليها هي 14 سيفة، ده بالنسبة في الاتجاه إكس. في الاتجاه واي برضو بنفس الطريقة بلقى إنه محتاج أقصى حاجة 11 تقريبا، 11 فاي 16، دي بالنسبة للكولوم ستريب. في الميدل ستريب برضو بلقى عندي تسليح، في الكولوم ستريب برضو بلقى عندي التسليح بتاعي. دي بالنسبة للطريقة بتاعت الستريب. قلت له خد في حسابات الإمبوز، إذا لغيت الإمبوز هيجيب لي للتسليح التالي. ولو ملاحظين هو أقل من المينيموم، عشان كده هو شال معانا المينيموم في الاعتبار. ممكن نشوفه بالنوع الثاني اللي هو الفاينايت اليمنت تمام. ممكن اجي اختار له هنا اقول له عايز فاي 16 في التوب وفاي 16 في المينيم في عفوا البوتوم. اذا قلت له اول حاجة عايز اشوف البوتوم مثلا، طيب حلقة انه هنا تدرج الالوان تمام، اللون البنفسجي بلقى انه زيرو، كل ما يتدرج ماشي للاحمر الاريا بتاعت الستيل بتزيد، معناه انا هنا محتاج حديد زيادة او محتاج اقلل الاسبيسنج من هنا تمام. طيب ده بالنسبة في الاتجاه واحد. اذا جينا للبطن في الاتجاه اثنين بلقى انه برضو محتاج تمام. ممكن اقول له تي 16 لكن كله 200 بلقاو ماشي كويس قل شوية. اذا جيت في الاتجاه الثاني قلت له كله 200 بلقاو انه لسه محتاج. اذا قلت له كله 150 بلقاو، ملاحظين في حاجة بسيطة بس داير له تقريبا 27، أقصى حاجة كم 40 مليمتر مربع، ودي تقريبا أقل من سيخة، ممكن تعملها أديشنال وممكن تقلل المساحة التانية أو المسافة. طيب في الاتجاه التاني 150 بيتباصي معانا، ما عايزين حاجة. ده بالنسبة للحديد التوب عفوا البوتوم. طيب إذا مشينا للتوب قلت له أبلاي تمام، اختار له تي 16 على 250 محققة معاي في الاتجاه الأول. في الاتجاه الثاني apply محققة معاي. طيب إذا مشيت زدت مثلا الـ spacing عملته 400
مثلا عايزين التوب الجاو هكيب معاي. طيب ده بالنسبة للتوب في الاتجاه الأول، وده بالنسبة للتوب في الاتجاه الثاني. إذا زدت مثلا عملتها أكتر 500 مثلا، حاجة غريبة، مفترض ما يبقى معاي في 500. طيب بالنسبة للتوب افترض ما يباصي معاي، طيب حاليا التوب تي 16، اذا عملناها مثلا تي 8 بنلقى انه لسه محتاج. اذا مشينا تي 12 تي 16 قللناها هنا مثلا ل 250 بلقاه مباصي معاي. طيب اذا قلت لي برضو خد لي الامبوست لود في الحسابات، او عفوا التسليح الادنى، هيقوم يجيب لي بالنسبه للتسليح الادنى. ده بالنسبه للتوب، ده بالنسبه للبوتوم واصي. بالنسبه للتوب هنا لسه عايز، لو ملاحظين بالنسبه لما قلت له شيل الامبوست مينيمم في فوسمن حسب لي بالامبوست، معناه هنا هحتاج تاني اقلل السبيسنج، اجي اقول له ابلاي. معناه اذا لقيناها ما منطقية مثلا بالجزء المانيوال، حامشي اقول له شيل الامبوست مينيمم رينفورسمنت، هيشيل الليبل امبوز. معناه جاتني انه التسليح في الاتجاه العرض حيكون 200، في اتجاه الطول حيكون كله 150. ده بالنسبة للبوتوم 150، وبالنسبة للتوب 200، والحاجة دي شبه انه حاجة منطقية. طيب حنمشي نشيك تاني على، إذا جينا على البنشنج، طيب بلقى هنا بوين 47 وبلقى هنا بوين 411. البنشنج بتاعنا مشيك تمام، ما عندنا شو مشكلة. السكنس معناه مظبوط، التسليح بتاعي مظبوط. طيب ما باقي لنا تاني حاجة إلا السويل بريجر، ممكن نطلع تمام. طيب إذا جيت حددت الإتش، عشان بس ننتهي من الموضوع ما يكون باقي لنا حاجة. إذا قلت هنا مثلا 100 وجيت قلت له هنا 100، قلت له ورن. طيب إذا قلت له ورن الرياكشن، قلت له ابلاي، طيب حيقول لي المينيموم 180 والماكسيموم 149. الماكسيموم 149 والمينيموم 180، فكده جايك معاي. اذا جينا نتأكد من الدايمنشن، هقول له درو دايمنشن لاين من هنا لهنا، لقيناها انه 3.5، 3.5 في 5 متر، 3.5 في 5 هي القاعدة بتاعتنا اللي هي تشيكت معي بالنسبة للبيرين كاباسيتي او السوايب بريجر، وتشيكت معي البنشنج، وتشيكت معي او التسليح بتاعها جاني شبه تسليح معقول. ده كله ما يختص بالجزء بتاع الكومبايند، واحنا انه استخدمنا التمبلت. اذا برضو عايزين نستخدم انه نمشي نعمل جريدز زي ما كلنا عارفين بنفس الطريقة هنمشي نعملها، في طريقة تانية بتاعت انه نصدر من برنامج الاوتوكاد، ودي حنشوفها ان شاء الله في التصميم والتحليل بتاع الرافت فاونديشن. شكرا لكم وجزاكم الله خير وبالتوفيق.